وهابين شي معاه ترسي الإسلام كنوية هاي صدح دي ربيع الأول كن يافر بقول يافر تنكي هجرة نبي محمد عليه الصلاة والسلام كن يافر بقول يافر يافر كوب يافر تن هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد هدى بمدينة هرقيسة إن شاء الله تعالى وقت كوبا وحين إن شاء الله تعالى وحي وقت وقلاضو أما سامح أما قاضو إلى هين سبحانه وتعالى وقلاضو أيين وحين وحكا أورندو أن موضوع آتكيات كوكوداها بلارن الانحرافات الفكرية المعاصرة انحرافات كفكري كا أي وليبا معاصر كا أيين إن شاء الله تعالى وحكو رندونا حقيقة موضوع وموضوع عادي أدقو ذا بلارن انحرافات كنا ويفر بدينيهين متكستا أو انحرافات كقارهان رأسي كا إن مدول بسيقارة نو دراسيو أو ضدك اللو قديقو أي مهمة لكن إن شاء الله تعالى وإن يشاري دوننا كوة وقو شركة بضن أي إن شاء الله تعالى وحكم دا أين تلمام دوننا رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحيلا إسيي وخصائصتي سكمدها أنه جمع له الكلام واختصر له اختصارا هذا الكاء ولوس أوروريي كلمة كوبا أيكوها لتشري النبي عليه الصلاة والسلام معاني بلارنا حمبارسا جوامع كلم كيسا وحكم إذا حديث كمسلم صوصاري حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي رضي الله تعالى عنه والنبي كولي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك رسولك يا الله هذا يغشى الإسلام كحقيسة يشاني قيسة هذا الكاس وعيد كالي أرن دبدا ويدين نبي صلى الله عليه وسلم وحو كيري قل آمنت بالله ثم استقم إلهي رمي وإلهي بان رمي إيده كدبنا كتوصنو أو استقامة لكالي استقامة مهمة بإلى هاي وحنا كسوهر جيدة استقامة موضوعة أين كهل للدنعة وإن شاء الله تعالى وحلقوا استقامة دو لقو توصنا دو وعندنا عن الله قال لي أحنا وحوقوين توحيدك يا إلهي سبحانه وتعالى رومينتي سيسو قد حقوق ديسا كدبنا إن لقو تاقنا دو طاعاتك سيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابك أو كلت لي أمدنا أما بلا آدن كان انحرافك لبتشي هبا وكسوقلا رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث كمسلم صوصاري حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه وحرى إلى رسول كله صلى الله عليه وسلم يسأل لك ورنا يا الله ينوري إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأحلت لهم الحرام وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا وحال الله سبحانه وتعالى أدومه وحن أبو ري يغو توسن أو كل إحسن الشرك يا حمان كون توسن طريقة يسراط المستقيم كو توسن لما أنتو سياسة يا هاين هيا شياطين باو تمد أو كل حسي طريقي صحدها كل حسي أمرتي وحن حارن تميين وحلاليان وحلالي كشيغان إسلامر كان أمرتي إن أي شرك سميان وحانا فصيحين وآنا أقولان إن إلا وداتيان وشرك قاسي أمرين إذن حديث كاسي وحو عدينا يا حديث القدسي قاة إن شياطين تواني كدالين ضدك إن إغواء يلون سنان إن يوهر سيدان مربا دينعك غي مادان طريقة قفك لغو فتنة أما فتنة وحيك غتي مادانا واللبا دينع إن عكوات وفتنة الشهوات قفك إن لغو انحرافي أو لغو الليحي وصراط المستقيم كي أكو قرم مرا شهوات نولي ما دوم محرمات كي إن لغو قرحي ومحرمات كي يسكدح قرى هذا يتهي الزينة يبانت يرربد
يا وحيابها لمت كي ووين محرمات كا إنه يسكدح دباشو قال لك لنا وح فتنة كجت ماذا عن طريق الشهوات شبهات إن دين تودي الشبهات هيك قد عضو ودين تودي كي انحرافان أما انحراف كاس كفر هجارسية أما هجارسية بدعة هجارسية إنه انحرافه كادوا لي حتى أنا شيطان كواي سقمي إبليس إنه صراط المستقيم ككل ليحيو أي مقصود كيس وايتاي موضوع عن هذا بقى الانحرافات الفكرية المعاصرة انحرافات كلمة انحراف ليلة هذا أما ما دداسي وحقي رأي فأصل كيد ويهي وحي تستاء الميل والعدول عن الطريق ومنه قول الرب جل وعلا إلا متحرفا لقتال ومنه قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف ما دد بحي تسيسا لحشو وحلق اللي يحضن ميل لغتوسنا سيد آيادا هوري إلهي سبحانه وتعالى مسلمين تا وكرر بي إني قال هذا مركز يسكهر يمادان أي كياعان وأي دبر كوتشيديان قف كلا بقف با لوفا صحي أو لا بدا قف وحكم إذا إلا متحرفا مد إيلانا يو بيريا محوكا بيريا ماشي دقال كوكسو عذيب ملكا لأغل يحنيا لنعك لا يكسو قليا وحكى الله تلمامي آيادا كلاين الشيقني إلا ومن الناس من يعبد الله على حرف ذاتك وحكم إذا مد إلهي سبحانه وتعالى على طرف كعابدية وأن إيمانك يرمين إلهي ورمي أما طريقا وكتو سيهي أن يتوس وضعين طرف كقصو غنو وحو إشعف لتكتر أو طريقا ستوس أصارين marka maadadu asal ahaan halkaas ay ka soo jeeda macnaheeda guudna wuxuu noqonayaa qofku siraatul mustaqim kiinu ka bayro ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ino sharciyeeyay maalintii ugu yaraanta 17 jeer oo waajib ah inaynu suuratul faatiha akhriino oo qaybteeda dambe suuratul faatiha ay tahay duca inu ducaysanayno oo aynu leenahay tan siraatul mustaqim siraatal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin دعاس أينو مالنتي ويران تضبيه تبانشيرو فر الله أينو آخرنا مرك دعاس وحي ليلة ذهاي الله ينشر عيا إلهي أينو كبرينا سرط المستقيم كينو ينقطعو إن جن اللي يحيو كوي بيرسنا وددي أي قرب أي مرين إن إلهي نجل اللي يحيو كوي بيرسنا يو أها المغضوب عليهم إيو الضالون يهودي نصارى وددوا ذا إنو كبرنا فكري وحلو جيدا أصل كلمدو معناها يونو قنيسا وأي عمال الفكري في أمر ما إن فكرك أما وحوية مسكح لقفكو أي وحويان علعلي سوء كوركتو أرهن معينة سي أي أقادو أن وحوية نتيجة إيو ميشا يدونيسو أما وحاية كفكر سي أي أقادو هيا شيء مقصود كالك اللوغة جيدا ما ها فكري صحيحة أها أو قفك إن فكر كيسي إيا وحي وامن سنة إنت وبيرو وحيا بك لو علم صحيحة إيا حقيقة صحيحة أنكوصة لإسنين وحينا أنكوصة لإسنين إن قفك قاطو تاسا يا إمكا لو قتشي ذا انحرافاتك معاصر وحلو قتشي ذا زبن كان أينو تشوغنو انحرافاتك أغم وقشادة بضن أي معاصر لو قدر كلمة معاصر انحرافاتك وأين كفصر ري إن يتعيب بيرسنان وحلق بيرسن يهين أو يهي وددي أما صراط المستقيم كي أو يهي وحلق بيرسن يهي وحيوقي بسمان أما سيالك لدوان أي انحرافاتك أما بيرسنانت يقلع سنانت سيابك لدوان أي الله قيبية حق حلي جاي صوب بحذي مركل اللي هي جايو لبقى يبوط ووين بيو قيب سمان أو كلا انحرافات قديمة أو لسوع سبونيسي ولكل قوم وارث انحرافات أما مد كفرية انحرافات أما ميد فكرية أما هالنقطة ميد كفرية أما هالنقطة ميد بدعية انحرافات لصورها ري أو هروتشي لتشي ري أو صور عصبون عضي
انحرافات كلابات سيدا وحوي وحيابها صوص بوناضي سيدا وحنا يويا قانان علمانية دا ليبرالية دا شيوعية دا رأسمالية دا عولمة دا وحيابها او رنتي لورن كريو او حادث او دبك صوكر دي هي انحرافات قديمة او هرو تشيري تشيري او اما الحاد كهن نغضو اما بدعا كالدوانة بدعة الخوارج وحيابها لميتكا اهن وحيويا يقونا وانحرافات قديمة او هرو تشيري تشيري انحرافات عصب او امك صوكر دينا وكوا اينو شاقنين إلى كلا والله قيبيا وحاجة حكم كاي قاضنا يسوع انحراف كنا ما بيت سنانتني حكم كاي قاضنا يسوع لبس يد بالله قيبيا انحرافات كفرية هي انحرافات بدعية انحرافات كفرية مع كم إذا الحاد كم إذا علمانية ذا كم إذا وح كم إذا ليبرالية ذا وح كم إذا شيوعية ذا وح كم إذا رأسمالية ذا وح صادني وانحرافات كفر يهوي وقفكها دو آمنوا سلاين وشرح دون وحكة المام دونه ودين توحوي كبحيهم إياه انحرافات يجو بدعه وقفكها ندين تكجبحين لكن صندي طريق يدي أيو كانحرافي وقرب مري وأنا بدع فراها بدن وحوي أصل كوية هي غلوي وأصل كوية هي لنا عنا ساس الله قيبيا سيابك لنا ويدع ذا إن لا قيبيو. أسباب تموضوع عن هذا بالله ضرتي انحرافات الفكرية المعاصرة لو سبب بقوم وقشبضا كثرة الانحرافات في هذا العصر عصرقا انحرافات كي أما بيرسنانتي صراط المستقيم ك لقى بيرسنا أورنتياد يا ظفر بضتي ويكنستين موضوعا لقى هذلو وحكلو يدنا كم إذا أسبابتا كثرة الوسائل المعينة على الانحراف فربضنا شيئا فربضنا تهي وسائش الزمن كان أما طرق ذا كالدوان فضوضاتي إما توسه ليس قفك إنو انحرافه أو يقوم بغشبضنا تهي وحن لو يقانو التواصل الاجتماعي أما سوشيال ميديا وحن لو يقانو أما أنت وحويا قفك أو أركيو أما أدقي سنيو طرفك كالي أدونك قفتشوغا وحكو هضلي تاسين أمركا وحي سهليسا غارة هاندان يردو إنه وحبضاً أو بيرسانان يولون سنان إنه كقاتان وحن سوشيال ميديا لو يقانو حتى إن شاء الله تعالى مدام وقت قادو كوبين يهي انحرافات كاس وحينو كسو قادن دونا صدح إن رنتي كفري وأمثلاؤن إيو لبائك وحو انحراف أو يدنا وحيابها سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم لقابح بدعة أما مقع قونية وضقاضا كري وغلوبك وحلو يقانو أيين وحكة المام دوننا إن شاء الله تعالى قضبك كوات إرنتي انحرافاتك زبن كيالا فكرك إدتك اللوسو قد بيو وقفك إساقو آنس أغين لغيابو إنو قاتو مبدأ أما فكرة داس لو ديبو إسلامر كان ونرشيس يكو طبقو إساقو آنس أغين مبدأ سوء رنتي مبدأ خطر أو كدن بين إيا إن دادك دين تودا لغا سارو إسلام كان لطعنيو كاسا يا وحويان أيان التلمامي دونا إن شاء الله تعالى وحوقوه الرئيية وحن ليلادو العولمة العولمة أما أفكا إنجليزكا لوغو يقانو غلوباليسيشن ورنتي آدي يادو لبضن عولمة دو وحلقة سوقاتي كلمة دا أفعربيقا وحلقة سوقاتي كلمة دا عالم أيا لغة سوقاتي معنى يدونا وحوية عالم كي أودن إن لو يلو موقال كلية إنو وضيش عالمكو وعالمكو يسوي كادو أو ضدك عالمك كو وضنو لو داني أي نقدان وحي صفرا أو وحك لحدي آنو تشيرين أما هالنقض حقا دقالها أما هالنقض حقا بلشدا أما هالنقض حقا فكرك
iyadoo aan waxa weeyaan la eegaynin fawaariqda dadka u dhaxayse adyaanta la kala aaminsan yahay iyo thaqaafaadka aan midna la eegaynin marka waxa weeye culamadu khulaasadeedu waxa weeye caalamkii in meel looga wada taliyo isku sina uu ekaado cid keliyina ay u fakarto oo fakarkaas la wada qaato xaqiiqadiisuna waxa weeye namuudishka la yaado ra'suumaaligu oo reer galbeedka maraykanku ugu horeeya uu gacanta ku hayo inuu caalamka haymaneeyo oo caalamka uu dusha ka qabsado caalamku dhammaantiina isaga uu noqdo mid dabagala taasoo runtii bilaabatay oo sidaynu ognahay taariikh ahaan qarn quruntii ugu dambeeyey ama labadii qarni ee ugu dambeeyey gaar ahaan qarnigii iminka dhammaaday wuxuu ku bilaabmay oo ciqdigiisii labaad 1914-kii bilaabmay dagaal lagu calaamadeeyey oo reer galbeedku ay calaamad uga dhigeen dagaalkii koowaad ee adduunyada kaasoo 4 sannadood socday oo u dhexeeyey dowladihii Jarmalka dhinaca Jarmalka iyo Talyaaniga oo dhinaca iyo dowladihii kale ee Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Maraykanka iyo kuwaasoo dhinacaha dagaalkaas kabacdi waxaa haddana daba galay dagaal kale oo isaguna bilaabmay 1939-kii 1944-kiina lasoo afmeeray kaasoo iyagana u dhexeeyey dowladaha reer galbeedka iyo bariga oo Jarmalka iyo niman kale oo Jabaanka iyo Talyaaniga oo isku dhinac ah iyo Ruushka iyo Ingiriiska iyo Maraykanka iyo Faransiiska iyo xulafadooda oo dhinac ah taasoo lagaga adkaaday ninkii la oran jiray Hitler arrinka markii 1944-kii taariikhda laga adkaaday ayaa waxa bilaabmay dagaal kale caalamkii wuxuu noqday caalam ka kooban laba quwadood quwad reer galbeed iyo quwad reer bari reer galbeedka oo Maraykanku hoggaaminayo iyo reer bariga oo Ruushku hoggaaminayo caalamku markaa waxay ku cabiraan inuu lahaa qutbiyo thunaa'i ah oo laba taraf ama laba awoodood oo is-eryanaysa oo dagaal hoose ama dagaalkii qaboobaa wixii loo yaqaanay uu dhexeeyey ayaa jiray in badan buu soo jiitamayay 1989-kii ama 1988-kii ayaa labadii awoodood ee tartamayay mid laga takhalluso Ruushka ah waxa soo baxday marka awood keliya awooddaasoo uu hoggaaminayo Maraykanku awooddaas ayaa marka waxay bilowday in ay caalamka awood ku qabsato oo caalamku uu iyaga dabagalo halkaas ayaa waxa ka bilaabmay mustalaxan la yiraahdo mustalaxu al-cawlama kutub badanna way ka qoreen oo qaarkood ay ku tageen nihaayat al-caalam caalamkiinu dhammaaday mar haddii waxa weeyaan laga adkaaday Ruushkii oo shuuci ahaa ra'suumaaliyadii inay awoodsatay taas ayaa marka waxaa dhalatay mustalaxan loo yaqaano cawlamada ama caalamka oo dhan in shaar keliya loo wada xidho marka sidaan dareemaysaan waa mustalax la odhan karo dhinac waa ka siyaasi dhinacna waa ka ixtilaal ama isticmaar ama dadkii in la adoonsado oo lagu khasbo diintoodii iyo thaqaafadoodii iyo dhaqankoodii inta laga kaxeeyo loo xidho ama loo ekaysiiyo cid aanay u ekayn ama aanay isku diin ahayn waxaa markaa la dejiyey oo gaar ahaan dagaalkii loo yaqaanay xarbul khaliij ee dhex maray ciraaq markii uu qabsaday waddanka ciraaq ay kuweyt qabsadeen 1990-kii waxay ku khudbadeeyeen nimankii Maraykanka markaa xukumay in caalamku galay wax loo yaqaano an-nidaam al-caalami al-jadid nidaam cusub oo caalamka lagu dhaqayo kaas oo markaa laba shaaro qurux badan loo geliyay oo la yiri waxa shicaar u ah ama calaamad u ah siyaadada xuquuqul insaan iyo al-xurriya wad-dimuqraatiyya waxaan maanta caalamul islaamiya madaxda ay ku hadaaqayaan halkaas ayay ka soo bilaabantay oo ah xuquuqul insaanku inuu wax walba ka sarreeyo
او قفك انسانك اي حقوق دي صلى الهلاليه اي حريه ديمقراطيه وحل يا دا اني جيران ايا وحا ويه علامه لو غدغاي نظام كان عصب عالمك لغو هغيو هدا انتا كغه بخنا كتاريخ اهان شرعي اللي حقو كتاغن يحي جلوباليزيشن كا مع علماده علماده تو ادونسي لكن قفك يعني اسوغين انه ادون يحي وادونسي قفكي أنا أوجين إنه أدونسي يعني. وصابت حوي عالمي نمدو وهذا الكائن أدس كذا بدن تاعي. عالمي نمدو واتباع صراط المغضوب عليهم والضالين حقيقة سو وكوي الله عراضي لونسنا وددودي إلا الضبق قالوا خلاصة ديدو. ومرك اللي ليهاي إلا لقاري إن سيدا مريها اللوحيدو لقو إطلاق عالمي إمكا وحادة ركتان مركا جامعة دا لقى تخرج أيو ضربة لحدا دركا سحقو كيمي عيس مويدين جواب طلب بحنا يا مركا ليا دركا محاين أقو خصبين لحدو عالم كاحدة عالم كاحدة مركا لقبي ما تدر كاسي ماشي سلكا كوها يانو يعني علماء بدن اي قبانين اي دين كريشتان اي سلكا كوها يسو كوفية دا لالادة حرقو كاللالادة يو وحالا حدا ان اي كسو دو دين كريشتان اي كسو چه دي علماء بدن كتاقين هدانا ان عابا يدو ان لقي ايجين وعولم وي هذا ما أنت حرته معوس يشاد هذا التخرج يا وحلاورنا يا عالم كيبو خلافي عالم كان خلافته لجوش يجي يا وعالم الكفر وي ويهودي نصارى وحي كانوا وي نهود يهودي نصارى وحي الدنيا ده إصلاحنا يا النفع أه النفع يسوع الظاهر يا هاي ولا قاعد كرا أصل أصلها ولا قاعد كرا oo guriga sida loo dhiso hadaynu ku qanacno qaabkan qoladaasi u dhisanayaan inay ka qurux badan tahay ama ka adag tahay waa laga qaadan karaa laakiin khatooradu waxa weeye waxaan la nafca fihi aanu ku jirin daata ahaan nafcu ugu jirin inaad ku qanacdo oo lagu qanciyo la'aanti maba noqonaysid qof takharujay oo jaamacadii dhameeyay hadii hiya al-awlama waaye maanta inaad labada xirato يا إنا الشعر يا معوز حرطه ميزة جارو كان أولي يا هي مشرو أن كأهين أو لما كأهين رسولكنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباع اليهود والنصارى وكدجي ونصي شاجي أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتن كودا وقوة وين أي كل عدونا إنه يا هي مشابهة اليهود والنصارى إن كريستان يهود إلا دبجل دونه أو تلابا دي دكان بلغة تبقات دونه تلابا دي قادم بلغة تبقات دونه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وحرسول كلية صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه dabagashay oo dabagashay turuqdi iyo tariiqi ku weydin kaydin ka horeeyay sida baalasha leebku ay isu dabagalaan u dabagashay yaani shiddatul ittiba' iyo dabagalku sida u adag yahay ba nabigu kaleey salaatu wasalaamu tusaleenaya illa haday galaan god abeesad ka dabagashaan meeshay galaan baad ka dabagalaysaan saxaabadu way weydiyeen al yahuda wan nasara أي أتعني اليهود والنصارى ما يهود يا كريستيان كادو شيدا رسولك صلى الله عليه وسلم فمن يا كلا وهل الناس إلا هم في رواية كلا تدك يا جماعة عد كلا وميهن عد عاد كي ابتلوا بيسان أدى بقل إنسان وماشى لك نجام بعد كذا بدي إنسان ابن عباس رضي الله تعالى عنه استغفر ركعت الماما يروح أويري ما أشبه الليل بالبارحة هؤلاء بني إسرائيل
شبهنا بهم محا حالي ما انت عاوة وبعك وارير بنو إسرائيل كوا لينقو شبهي أما أين شبهنا يطبق الله. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الكاكس يعدب ليه أو حليه أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. قرن بحور إذنك كان شبضا أمضها خير بنو إسرائيل أو يهود أه إذنك كان شبضا حق دقنك أو دقن كودي بتقعد نيسان عمل كود يوحي سميان أياد دبق ليسان هيا شيء قرن مايو حق كفر قال إن أذكر راعي دون تانو أدي بقى عبود عبودان يا إن كان هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليه يا هاي آل يا ضن تقيم بدن أو تلمام يا مشابهة اليهود والنصارى إن أنا حتى كبد بادي في بعض الأوقات أنا كبد بادينين كوا علمي قشي قناية خاصة دعاي أنا كبد بادينين وأرك أن مشابهة اليهود والنصارى فقه بوباهي فقه أيوباهي مركا ضد بضن إنا يردو ما ريسو إسو إكيشين شاء الله إسو إكيشين أيو اليهود والنصارى زمن كان وحق غريب أه قف كديدا مشابهة اليهود والنصارى أي غريب أه أو إنه وحق غريب اللي يمد وحوي وأكانيا هذا الكيس وهذا اللي يرد يرفع عربي بانكو أخي دونا لأهميته كدبنا مضمون كيس أنا في صومالي كشيك دونا وحولي يا شيخ رحمه الله في الوصية الصغرى وصيدي دردارا كي أبو القاسم السبتي ودردار مي واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث قال فهذا خبر تصديقه في قوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ولهذا شواهد في الصحاح والحسان ولهذا أمر وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. هذا كان نافع شيخ وحو تلمام يا خلاصة دي سؤيتها هاي تدكم أنت وحي قباه بدينهين إن عناية بدن أي سيان علمك سببتها أه إن بدن ونحكر تيد الدين يا علم له وحلم دا وقت قليل وشيغة يا شيخ قارها بولي أزمنا الضنب شبه إيسا جاهلية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مركي لصادري وعالمك كتري وجوه ديدا يا قيبة هذا قار كم إذا كشف بها إسا مركو وحويان حالة النوع عصا أو قار كل حكري علماء يدد أهل الخيرة أي كفت نوبيان طريقة أما دقن كيهود يا كريستانكا بل
قار خاصة كميدا أو يو أقون دين توله أي كفت نوبيان دقن كيهود يا كريستان ك وحو أركا يا مركا قفك فهم دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا صادري هي قواعد أي كتاجني وحو أركا يا كدبنا كدتشيا أحواش ضدك يا حال ده هدا يا واقع هدا كدتشيا وحو أركا يا أركوينو سدايحي أو كان شيء يهودي نصارى لويكا إنه آدي آدوف ربديه هاي أيو أركيا قفك إلى أي سبحانه وتعالى هذا باللابتيس أو شرحي الإسلام كشرحي وحكوس جاي نور حق ربي جي أيو كوس جاي هاي وحنو يهاي مد ميتة أو إلى هاي نولي أو نور ويالي وحنو ملاحظين يا قفك النوع عاصا بصيرة هي علم جا كوس جن وحو هي أنفير صدا أحواشة جاهلية يا طريقة أمتين كالمغضوب عليهم والضالين وحو قال يا إن ضدك اللجوء ابتلائي أرنك النوع عاسى إن لجوء ابتلائي رهانتي هذا الكاو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلماما يو أو وقت يدا ضمبي إن لجوء ابتلوبي وكان شاه يهودي نصارى لو كان يو أو حتى أنا كبد بعدين كوي علمي أو نسبة شيء جناي أقنت الدين تولها فكيف بالعوام عامدي يروح ويا محي نقولته ولهذا وحواجب كوا أهل العلم جا إن يوفي صدان ما لها خلل كومدود كسر جلايو أو رنتي عول مضوا يتعيم أنت وحوي خطر صن صابتها عدة عول مضا كانت دون يسئني يلا الله يكاظو وجهرين والمغضوب عليهم ويهود يا كريستان ويهم وطلبات هذا خير كينيان أو مدى خيره السيدة يان واحدا بيعان لحيد أو حوى يان يجون وفاسدين أخلاق ده فاسدين دين تايها إسلام بفاسد دقن كودا يا فاسد قف فاسد أو يسقو خربا عد كلامش أو جينا يو وحوى يان قف كستابه وقرن كريا قف كستابه وقرن كريا واتكلاء أدون سعادية كتيرة هذه عادية وحوى يان نينكا كا اوود بدن اي ثقافتيسي كوغو فرديي حدي اسغو سدا او اكااداي ادغو ميادن واخ كلا كيني كارين ادغو انسان الهي ابوري او فكريا ميادن اهين مخا عولمدا يا عالمينمدا مخا كو دبا دغاي او اد واخ ويهان لاغوغو شيغيا حتا سدا او سيخان لهيد سدا او سكون لهيد سدا او واخ ويهو فريسان لهيد واخ ويهان عالمك هاداد ايغتو واخ اركايسا ان واخ ويهان اتباع اليهود والنصارى وهذه أدويه هذه أد ما أنت تتيجن يسور كان يوحنا لجسنا يو أوقفكم ما أنت ومدحوينه وقصوا شقتها أما مدحوينك لك قابل يسوع معوس يشار جسنا أما خميس جسنا حتى وأمرة تنين وأمرة تنين وأمرة تن محل ولا يابيا وأدونس عادية وعقوش لا أدونس ذي محرم كوين أما أو لقيا بوقف كينو جيسيو أما كذب محبة يتبعه كانوا كفرين وجارسيو أي إيمان كريا قذب كلبات أدين تاني تاكو خلاصينه نقذب كلبات أيضا نكورهم بدونه والإلحاد شيء قالوا يقانو إلحاد أما الضفيرات الله ضفيره إلهي سبحانه وتعالى يدينتي سيرزوشة إيو إسا صوصار كي وحيا بها لمدكا أورنتي ساقرأي مكا عالم كآد ياد وفيدا صومالي بدانينا أي وحاويان كرها دوبين أولا هالي قار جهارا سعاد ورانيا أنه وحانو ناهي ملحدين أما وحانو إنكرسان ناهي شريطان كاللم إلحادكو وكلمة عربيت أصل كذا في لغة العرب الميل بلغوي هذا والعدول عن الشيء وبيرسانانت ولذلك أي قبرك إل كيرجوني ذا الله قضاء دين على الله اللي حيو أي اللحد اللي هذا اللحد واحد الله قوم جعابي برتنك يقول كي القضاء يبر برتنك أي اللي قال لي حيي ودين أي اللي حيي الحاد كواحد نقتشينا هل كان معناه نقتشينا وضدك إنكراء وجود الرب سبحانه وتعالى خالق هذا الكون إيو شرعي سي دينتي سي رسوش أو صادري إلا إنكراء الحاد كنوع سي الضفيرات داهي بشريادك ما بضنين بشريادة كفريات كالدوان بيصوم مرتايو كالقديسان لكن بشريادو معظم كيدو
أما سيدا دادك قاركود أيو بيغان وليغيد با وكيرا أما مبتشرين با وحلو يقال إلحادك أو الضفيردة إلهي سبحانه وتعالى لضفر حتى فرعون أو إله شيكتي مو إنكرسانين إلهي نجرو أو الله سبحانه وتعالى وجرو ما إنكرسانين كوي كليك ووينانا هذا الكود با دا مركب بشرية غريب بكوياي حتى قال هذا إمك جرا قاركود أيا كعوضي أو وحل ليا بكوشيغي الحاد كان آد كياد كأوفر بضان زمن كان أو حتى لقارسية إلا بقول كي بشاني أفرطان شعب كمريكان إنو يهي ملحدينيهين أو إلهي بأي دفرسينيهين إلهي بأي دفرسينيهين لكن سنشاغني عصورتي لصوم مري مترين الحاد كاسي رق بضان أو قالاء أيا كورمي وحكمي دا نينك مؤرق لورن جيري قال كا بلتولر لورن جيري ييري لقد وجدت في التاريخ مدنا بلا حصون ومدنا بلا قصور ومدنا بلا مدارس ولكن لم توجد ابدا مدن بلا معابد ان الدنيا دا وحيري تاريخ دا وان كو اركاي بو يري حصون مغالوين ان حصن يو تيت ان لهين iyo magaalooyin aan guriyo qurux badan oo qasoor aan lahayn iyo magaalooyin aan lahayn madaris iyo iskuulo laakiin waligeed lama arag mudun bila maabid ah oo waxa weeyaan aan lahayn dadkaasi waxay caabudaan ee kufri ba han noqdaan oo waxaanay caabudayaan ay kala duwan ama hayraadaan ilaahay bay nagaarsiinayaan iyo wax la mid ah laakiin inkiritaanka noocan ee zamankan jira ma ahayn wax jirin وحلميدا او يسغون ارنكات المامين كفيلسوف كفرنسيس كهنري ليرادو وحليه لقد وجدت وتوجد جماعات انسانيه من غير علوم وفنون وفلسفات ولكنه لم توجد قط جماعه بغير ديانه عالم كوايصومرين كوخو اما دد ان بلا ادن انا قول لهينو جهل كسغن يحي اما حضاره فلسفات ان لهين لكن ولي لما أرق داد وحوية جماعات بلا دين إذن هذا دا إيقو أي راهدين لغا قادنا إيا إن آني واقعا آني لهين أو أمم كيهوري عصر كان مركا لغا تغو عصورتا دنبئي إنو كورمي دون أسباب تكينتي إيا إنو حنون إيا مرض إيهاي إنو تلمامي دورنا إن شاء الله تعالى مركا لغا يمادو عالم كم ما أقولين أما واحد نادي رافر كتير اسمه عيد عيد إن ربي جرو أما إله جرو أما الدين جرتو إن كرسن أروح ويا مترين الحاد كون نوعية بدنية هاي نوعية داس أيان الله جلس وبحيا سببتك أنت الحاد كي إن كرد إلهي رسوشي سي الدين تيزم لا إن كرو لي رادو إله بن مترو أنا وأما إله بن مر ميسنية وحيابها الله متك وحيابها كانين الحاد كوحا كميدا الحاد نوع لو يقالنا الحاد الفلسفي او بدن ابا دادكن كبادن جامعاده غربي قدقتا او مركي كطالح تغين وحبارشادن مادقا يا وحيابا لميدا تصوري اني ماددن موية وحكا دنبايا آني چرين او ربي الهتون آنو چرين وحا جرامد ليا الحاد العلمي او الحاد إساغو كسلايسا نظرية دي دارون نيكي لورين جيري تشارلز وحوية إساغو إنكرسانا بلا آدن كان أمان نولاها إن عيدي أبورتين إنكي إنجريز كاها نظرية دي إساغو كسلايسا وحاكمي دا فكريغا أما إلحادكا نوع اللو يقال نو الإلحاد المطلق وآهين لإنكرو إلهي سبحانه وتعالى يا عبادة ديسا يا رسوشيسا يا إنه كتب سودتشي وحاصر لنا طفرة وحكم إذا الإلحاد الجزئي وحلو يقانه أوه إن إلهي لا إنكره لكن لا يراهدو وحويا وإله ومعبود لكن وحويا نلصا وحبكم لها تصرفناكم لها من ما ملو بشر كان يسق وحويا ما ملو وحكم إذا الإلحاد كان نوع لو يقانه الإلحاد العدمي أو العدمية أو اللاقدرية أو رنتي يظلم متكوصة ليسان عرو يقفكو وحويا أما النرشة النعاء أما كراهية
أما حالد الصوم مريد دلاديد وقاته وحوية موقف نوع عاصم وأين كقو استقفكم إن عدالة دي بأي سمضة يا أرلادة طونا أي كتشرتو أما نرشر بأينا بلا معنى تهاي وكلم أي أوسكو قنعيو كنوع عاصم يكو أي من دونا دمان تدوى مرض نفسي أه وقفكو دي قد iyo nicitaan nolosha inta uu noqo ama mawaaqif cid muayna iyo wax loo diiday oo kale daraadood uu qaato waxa kamida ilhaadka nooc loo yaqaan ilhaadul aabir oo qofku marxalada dhalinyarada marka uu yahay ee uu taaishka yahay ee uu waxa weeyaan uu jecel yahay shahawaadka iyo waxa uu iska jecel yahay in uu waxa weeyaan in kiraba sharaa'icda iyo waxan banaga daayo uu yiraahdo waayaduna mid jira weeyaan وحكم إذا الإلحاد الانتقامي وحلو يقانو أو انتقامي يقول رمتي وكل أوران كريه ما أنت آد بو بدين صومالي ذا كوا شاقنا وحا كود عينا حنوك هاي النوع سواكا أو محي قفك وحويا ممارسات أما وحيدي سميسي وليب بدن أبا وحو كود عاي الحاد كالنوع عاسي عيد markii odi hore diinta ku dhadhawaa ama culimada ka ag dhadhawaa ama wadaadnimo lagu tiri jiray ama wax lamid ah ayuu xanuunka noocaasi uu ku dhacaa oo mowqif soo maray ama waxyaabo loo diiday ama waxyaabo uu dareemay ama cid muayna isku dhaceen baa laga yaabaa inuu gaarsiiyo inuu diintaba karaahiyeysto sharaa'icda uu karaahiyeysto marka dambana uu geeyeysiyo inuu ilaahay subxana wa tacaala uu inkiro الإلحاد التمردي باكمدا أو يسوقنا كان انتقامي قاودو قفك إنو السلطان أو كتمردو أو مركة هوري واسيدا ما أنت رير قلبيت كأسباب تكون لسائين إلحادك كي مادان و إنو قفك عدا حكمت التمرد كلي مادو أو كوري مادو أو كعضون كسمايهم عدا الوسلية هاي وحبيك أمريان أما وحبيك ديديان إنو كتمردو أو كوري مادو إلحادك يوغيسيا waxa kale oo kamida kuwa haaribiinta diinta ka cararaya iyagu doonaya in loo fasaxo shahawaadka quyuudan diinta ka cararaya iyo waxan la xarimayo waxan la isu diidayo ma banaana sidoo ma banaana khamriga ma banaana waxyaabaha loo diidayo ayaa laga yaabaa marka dambe inuu ku keeno inuu ka cararo sharaa'idaba uu ka dhexbaxo way farabadayeen noocyadooduna aad iyo aad bay u kala farabadayeen laakiin khulaasada arrinka ku tilmaamaya waxa weeye ilhaadku ma aha shay xaqaaiq cilmiye ku dhisan oo ma aha inta qof uu fariisto oo baraahin helo baraahintaasoo tusaysa in aanu waxa weeye rabbi jirin ama ilaah jirin ma jirayso غالباً أما هو جهل وقفك حقيقة وكجاهل يهي أما هو مكابرة وحوية ضفرات قيحاً وان علم كسر إثنين أما هو مرض نفسي وقفك وحوية حجج كان براهنة شرعية مركود القادم وهي طريقة وسهلة وإنكارك طريقة وسهلة qof wax uu kaga dhexbaxo waa inuu dafiro hadii xujo lagu soo arooriyo oo xujadaas ka difaaci waydo dariiqa ugu sahlan ee qofku waa inuu baxsado oo uu dafiraad la soo istaago marka waxaan leeyahay cidda maanta ilxaadka ee ku yeeraya ee laga yaabo ka waliba intiqaamiga ama tamarudka inuu ku keeno oo in badan waliba lisaankooda iyo carabkooda uu ku badan yahay wadaadada halay naga qabto waxa weey wadaadadan wax leeyahay waxaan xarimaynaa ama waxaas ma banaana halay naga qabto dadka carabkood aad buugu badan yahay diinta sida ay u tilmaami doona faqrada ku xigta oo kashfin doonta wax badan oo ah dadka waxyaabaha ku kalifaya inay diinta nacaan ama ay raadaan diinta ayaa loo xukun tagin iyo meesha ay salka ku hayaan marka carabka dadka maanta aad iyo aad bay ugu badan tahay in lagu tamarrudo sharciga alle ama cidda sharciga alle doonaysa inay fuliso in lagu tamarrudo waa bidaayatul ilxaad ilxaad bay billaa u tahay oo inkiritaankaas iyo tamarrudkaas laga yaabo marka dambe inuu la sii fogaado arrinka noocaas ilxaadka iyo xukunkiisa sharciga waa kufri qofku inuu taaca aamina waa gaalnimo
دينتنا وكجبحيا وحويان وكفر بواحة وعد ويقف كوين وإنكر إلهي سبحانه وتعالى أما رسوشيسا أما شرائع الله سبحانه وتعالى وإنكره قف كان وحبه تري ما يصو أما وحبه يلي ما يصو إسلام حويا ولا ددا أما ضدك ضدك محرمات كوجد جايا كجعرسي ومحيط بنا هيدا وحبه يلي ما يصو نفط عضون أياد وحيه ليس نفط عضون بهلاك كردي طريقة اللي قبل بعد يعني رنتي وين اللي يرادوا كفوا قاعدان سوشيال ميديها خاصة ما لها شبهات كدين تقص أبصنة اللي قصوا أفوف فيو إني أدي يادو قد يرادان وأنا دقوه ضو قلاني قلب كصديحات ووحن لو يقانو العلمانية ورنتي سوونا فكر أدي يادو خربنا عالم كينو ما أنت تشوجنا أدي يادو سيطريي أو لقيا بقف سياسي خاصة جانب كيس سياسي قف سياسي أو مسلم شيعنا أو لقيا بينه مساجد كقولته كده إنه هتناك ولادة دولة علمانية أما وحين إنه هاي دولة علمانية أما علماني بعنا هاي وحوي وشيء ما أنت شايعة وأدي أضو بدن أو أي كوع عليان قارها ضدك سياسيين تا علمانيته وحل ترجمة كلمة إنجليزية أو معناه هذا صح دايو يا هاي لا ديني أما غير عقيدي دين الآن وأنا قد دين ما أمسني أما هنا وقفك بلا دين يا هاي إن وحويان أيه لما عنا تهاي يقع فصيري أو دائرة المعارف البريطانية أو دائرة أما شيء لو قصوا بندق علوم تا أو وحويان يو فنون تكلا دوان لقونا قيحو وحيكو تعريف سي علمانية دون إيتاي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بالحياة الدنيا فقط وحركة أما أرور بولشيت كاس أو هدف كيسو يايدات كين لقل ليحيو آخرة إيين آخرة با كفكران لون الليحيو الدوية كل يالله الليحيو إذن ودعوة أما يرمؤة إن لتاغو أما الله سمعيو نولول بلا دين أو دين تو آني شقل كلهين شقائي شقل تون آني كلهين مركة علمانية دادك قار كود با وحي يفهمان كلمة داس إني علمي على أقل الله كلمة علمي على أقل مالها كلمة بمعنى وحوية وبلا دين وي وانا ردة الفعل يكهر ما إن شقائي أتهي أسباب تكينتين مركين وإيقنو وحي أي سمايين ودادة كريشتان كاين أسباب تعطينا كور رمنو سببتي علمانية دا إيو إلي صوب بحضو علمانية دو غرط وحي باللابنتي قرنيجي تضبية طبنات إيو سديدية طبنات إيو ميلادية لكن بداية دا وحي كوب باللابنتي إيو كوي يران دادك قار كودو كنيسة دا كهور يميدين إيو كوي يران دين تايين لك لسارو iyo siyaasada laakiin qarnigii 1919aad markii la soo gaaray waa qarnigii tagay kii ka horeeyay markii la soo gaaray waa qarnigii kan imika inuu joogno kii ka horeeyay waxay isu bedeshay marxalad kale gasho ah ilgaa u diin diinta baa in la tuuro nolosha laga ilaaliyo oo la yaado noloshaba wax raad kuma yeelan karto diintu asbaabta kaantay waxa ugu muhiimsan ila saddex sabab ayaa ugu muhiimsan ama afar baa loo oran kara sababta koowaad waa duqyaan rijaal kaniisa kristaanku nimankii kaniisadaha u fadhiyay oo xad gudbay oo qooqay waa qodob qodob kalabaad kaniisadaas oo inkirtay cilmiga maxsuuska ah ee maadiga inkirtay قضب كصديحات وثورة اللي أوران جيري الثورة الفرنسية كون إيه تضواب بخولي سقال إيه سديتنكي كون إيه تضواب بخولي سقال إيه سديتنكي دعضي قضب كوغودن بايا ويهود أورنتي دوروين كلها إن علمانية دواي صواب بحضو طغيان كا يحد قدب كاي رجال الكنيسة سميين دور نعبو لها وحكم دها الطغيان الديني أو دين تبي وحي كديجان بيع بيكديجان أو وحي حراشين
oo maalin ba ninkaa kaniisadda jooga wuxuu aamine ayaa diin ah marba waxay doonaan ayay xarimaan markaasay waxay xarimaan qofkii khilaafa ay ku xukumaan in la dilo marka duqyaanka xadgudubka ah ee ay diintii marba nooc u dhigayaan ee waxa weeyaan ninkaa kaniisadda jooga uu ku tasarrufayo dadkiina ku leynayo sabab buu ahaa duqyaankii xadgudubkooda ka mid ahaa sababka labaad ee ay duqyaanka rijaalul kaniisa waxaa ka mid ahaa adduqyaan aliqtisaadi waxay noqdeen niman xoolo leh oo dadkii inay xoolo ka urursadaan mooye aan waxa hadaf kaleba lahaynba waxay samaysteen intaasoo weji oo ay xoolo kaga qaadaan waxay sameeyeen wax la yiraahdo nidaam aliqtaaci oo inay iyagu dhulka badankiisa qaataan dadka kalena ay u noqdaan addoommo uga shaqeeya beeraha inay mar yidhaahdaan waxaad keentaan xoolaha aad yeelleedihiin ee aad soo saartaan boqolkiiba toban annagaa leh mar inay yidhaahdaan waxa laydinka qaadayaa wax duulaan lagu galo sannad walba marka uu bilaabmo xoolay ka qaadaan waxay ku magacaabaan hibaad iyo cataayaad waxay ku magacaabaan inay dadka kale ay kaniisadda bilaash ugu shaqeeyaan oo beeraha u falaan duqyaanka xadgudubka ah ee xoolihii dadka laga qaadayo ee xoogga laga qaadayo duruq kala duwan oo aan sharci ahayn shay maxsuusoo la arkayana aan ahayn oo qofku de haddii uu yahay qof xoro kuu shaqeeya oo aad waxa weeye shaqadiisii muqaabil siinayso waa shay la garanayo duqyaanka dhaqaalena aad iyo aad bay ugu talax tageen dhinaca saddexaad ee ay duqyaanka ka sameeyeen waa duqyaan siyaasi oo waxa midoobay boqoradii bay gacanta ku qabteen boqorka iyagaa casila iyagaana saara kadib boqorkuna wuxuu noqday waxa weeye cidda dadka u cabiidinaysa ee baawarkii awoodda ugu cabiidinaysa idan dadkii shacabkii yurub waxaa ku biiray cara ku biirtay ay u qabaan kaniisadda taa waxaa raacay sababta labaad oo ah inay waxyaabihii iyo horumarkii ay marba la iktishaafayey ee aqoonta ku salaysnayd inay inkiraan oo ay yidhaahdaan waxaas waxa rumeeyaa waxa weeyaan diintii kiristaanka uu ka baxay ha la dilo iyadoo sidaa qalayaankaasi uu jiro ayaa yuhuuddu waxay abaabuleen markii ay taariikhdu ahayd 1798-kii kacdoon shacab oo boqoradii iyo kaniisadihii xilligaa jiray lagaga hortegayo taasaa marka waxay dhalisay in kaniisaddii laga takhalluso in la helo dad yidhaahda diin iyo kaniisad iyo wadaad dhammaantood waa in nolosha laga dhex saaraa dadku waa inay noqdaan dad xor ah waxay markaa yuhuuddu la yimaadeen shaygan la yidhaahdo alxuriya waalmusaawaat ee maanta siyaasiyiintu aad kagu celceliyaan xorriyadda iyo sinaanshaha ayay shicaar uga dhigeen thawrada iyo kacdoonka thawra alfaransiya ayay kacdoon uga dhigeen yuhuuddu sidoodaba fawday abuuraan fawdadaa dhacday ama kacdoon bay sameeyaan kacdoonkaas bay waxay ka dhex samaystaan waxay iyagu doonayaan oo dhinaca ay doonayaan ayay u leexiyaan idan haddaba cilmaaniyada laydiin sheegayay ee maanta lagu celcelinayaa ee fikirka kufriga ah cilmaaniya bikhtisaar ama si kooban waa diinta inaga dhiga halkaa diini ma jirto noloshanna calaaqo lama laha waa qodob qodobka labaad waa in dadku ay waxay doonaan ay sameeyaan oo cilmaaniyadu laba shiqi bay leedahay shiqiga siyaasiga ah iyo shiqiga kale ee liberaaliga loo yaqaano liberaaliguna waxa weeye in la yidhaahdo qofku waa xor wuxuu doonuu samayn karaa wax allaale wax qaban karaa ma jiro dimuqraadiyadda iyo waxaan kalena waa wixii kasii dhashay idan maanta dadkan caamada ah ee meelaha ka hadlaya ama kuwan siyaasiyiinta marka hadaladooda u fiirsato isma oga waxay ku qowlayaan kelimaad kufri ah cilmaaniya xurriyad 1798-kii thawradii faransiga yuhuuddu ay hogaaminayeen mustalaxaadkii ay dejiyeen iyo eray bixintiiba ilaa maanta lagu qowlayaa waa dowlad dimuqraatiya waa dowlad xor ah anigu xor baan ahay ilaa maa hunaalika kullaha waxay salka ku hayaan mabda'a kufriga ah ayay salka ku hayaan diinnaan calaaqa la lahayn waxaad arkaysaa maanta in laleeyay wadaadada maxaa siyaasadda ka galay wadaadadu may masaajidka joogaan thawra alfaransiya wadaadadu
دينته ومساجدك ها ونغنى الى هين سدايري لكن الى هين ونغنى هين سدايري او دينتي ودينتك كما حد لي انو لكن تفريق بين الدين والسياسه اما النورشه ان لك الريبو او لياد دينته لا سو قادو كليا وداد مساجد غلايو توكدايو اما قفكو ادو سداادو توكنيساي اديغ الهي اي دينتا الله النورشه كلي لكن دينتا كو سو هذا القادين هي العلمانيه اما تل الليبراليه دا امر كلي ودا ودن كو حر حمانتا ايان لا سمين ودا دد كو حر ودن كو حر ومبادئ الكفر قائد الليبرالية عالم كمان تعاد كيادك وقبضاً أما الشقي قيدة سياسي قاها النقضة أما الشقي قيدة اجتماعي قاها النقضة لبضبا هالكاس أي سلك كوهيان علمانيون الخطورة أي كوهيسا مجتمعاتك قفك مسلم كاهنا ومبنى أنا شرعي قال لينو إذا هذا حربا كاهي أما وانكدح بحياء إيا وحياء بها الله متكاهن هذا بها دينو إنتا خصو خلاصي إنو إنتا كساب صن قد بدأس ويثنتي ويفربدين لكن انتاس ان اشارة واقعا لنول نهاية وحوة انتا كوبك كدافو قيبتك لانو قليا قيبتك لو اهرنتي يدنا انحرافات ان قفكي ان خطر بدن كوكينيا ولكن لقيا بدأنا ان وحوة انو كقالو بين لكن كبدعو بي وحلمدا وحلمدا او ان كصوود قدقلينيا وحن لو يقال الغلو في الدين دينتا إن غلو لغلي ما دو وإنحراف غلو قاسي مركا لبس يوضو يالك ريا وحيالك ريا الغلو في بعض المسائل هي الغلو في الأشخاص إن مسائش الدينتا وحكم إذا لغوطة لحتغو غلو يقول ومجاوزة الحد والتشدد في الأمر إن حدكي وحكست الله يالي لردافو لا يسكن عتك يو غلوي جمرك صاحدة ما أنت يا لا لباب باب أوجو موقش بدن وغلوي في التكفير أما الله بضبه وحيوصل نقوم كريان الأسماء والأحكام ما قاعدة ضدك الله بحنا يو شرعك يا أحكامته كذا لنا إنسان لكن وضع صامرين باكل باكل دول والغلو في التكفير هي الغلو في التبديع إن قاليسين تواحلا قاليسين أيوه لقطة لحتقو يين تبديعين تواحلا تبديعين أيوه لقطة لحتقو لبض بنوا لبض باب أو خطره تاسو أي كذا لنا يسوع أسمادنا أي كذا لنا يسوع أو ضدك مجايد الله بحنا أيوه هبل وقال هبل ومبتدي هبل سلفي معه يوعي بع الله متكع هي حكم كان لوجود الرده يا لارونا يا فلان ومبتدع ما فلان وكافر اما الطائفه الفلانيه ومبتدعه والطائفه الفلانيه وكافره اي وحيابها لم يتكا ولا باب رنتي خطورته دبا اي اد يا اد درين هتان كو هريو كتكفير كا او احمد ابكي خوارش دا رنتي عالم الاسلام ما سنه وقتي كان اما قرونتن اما سنوات كان دنبه اد يا اد لوجو ابتلي وآهين وحوية ضدكي مسلمين تا إسلام كودو يقين وكسوك نعضي أما إسلام نمن لو يقاني إن لقالي سيو وحن لقو قالو بين إن لقو قالي سيو أما وحن لقو قالو بو كود عاي لكن شروطي يا موانع دي شروطي ناني توقين لقو قالي سين لها موانع دي ناني كرنقن إن لقالي سيو تاسود ناي كذا لطي استحلال الدماء ديجي إن لبنايستو أوقفك وحوي ينقفك مركو جاليسيو أو طبعا ديجي كذب ناين وحوي قفك ديجي سل بنايستو أي وحيابه إن كله تفجيرات كا أو تكفير هذا المقصود قف وكل عو تكفير بغير حقنا تفجيرنا وأنت بدن ودبي الله ويس ويس تبص عضان لبلا طاعون ويس تبص عضان سيدا حقا كالي أي لبطا أوت تنفير ثم تبديع أما تبديع ثم تنفير أو ضدكي إنت للتبديعية دا ودن لي هذا هبل وحبها كبرانينا هبل كعرارة لأنه هو مبتدع هي وحيابها الله متكال مركا تائبة تابي نسي تكفيركي تفجير بو دالي تبديعينا تنفير بو هي تجريح بو دالي إن ضدكي لجرحيو ضدكنا وحويا لقفو جيو
هذا labada baab runtii in badanna waa laga waramay culimaduna way ka warameen marka qofka lagu dhajinayo lagu dhajinayo xukunkii oo shaygan xukunka ah ee ah waa gaal ama waa mubtadi' ila shuruud leeyihiin culimadu in badan ayay uga warameen cid aad ka uga warantay waxa kamid ah sheikh islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala oo in badan ee masaa'isha takfiirka iyo tabdi'a aad iyo aad uga warramay قف كرين السير السجيد هذا فلان وكافر يا فلان ومبتدئ وحيك تصيصا دينتي سويلة رقيق تاي أو آخرة أن أم الدين آخرة يا وحى إيمان يا أن أم الدين تبديعنا كما حك يرى أما كما خطورة يرى حق تكفيرك صابتوا مد والبقف كي وحى لقى صار يا صراط المستقيم كي مدنا قال لما لقى صار يا وحى لورنا يا إسلام مسلم بمعها مدنا السنية بلقى صار يا أو حوية وحلو صار يا دائرة البدعة حق شروطنا وإسكوميت يا شيخ الألباني رحمه الله إن بدن وعديه هذا الذي سيأي كم ذهيد أو يريم إذا كان المخالف يخالف نصا أولا لا يجوز اتباعه وثانيا لا نبدع القائل بخلاف النص وإن كنا نقول إن قوله بدعة وأنا أفرق بين أن نقول فلان وقع في الكفر وفلان كفر وكذلك فلان وقع في البدعة وفلان مبتدع هذا الكاد كاد كأقيمها بدن أكل صاريو قائلك يا قولك يا فاعلك يا فعلك أو شيخ تلمام يا تبديع يا تكفير كوبا إنا إسكوميديهين لكن واحد دون يا شيء دقيقة إنا الإشارة شيء دقيقة وضد بضن آن الغي أبين آن يكو تنبهين ما دام لبضب لبق غلوية هاي غلوي كان عدة بضن أبا كل عضا إلى اليرديهين ضد بضن وأعداء الإسلام أيا لبضا تعود ذلك سدي ضد بضن وأعداء الإسلام aya labada taood cida quluwiga ku sameysay ku dhaxdhoomatay adeegsatay qaarna waxa weeye takfiir ba loo soo dhiibay qaarna madax ba looga dhigay shakhsiyaad la talmiiciyay wadarkaysay kiima kala laha waa la dilay maalmahan wasaa'ilul a'laam ilaamku ay sheegayeen oo ay gaalada qirayaan inuu aha amiil uu aha iyaga u shaqeeya abu bakr al baghdadi la leeyahay aan oo looga wuxuu ku hadli jiray ee dad badan oo laga yaabo hargeysa jooga ay u saacabtumi jireen gaaladii ba qaar kood qirayaan inuu shaqaale u ahaa wuxuu ku qowlayay takfiir buu ku qowlayay dadku gaalaysiinayay uu tafjiirinayay uu qarxinayay waxaas oo dhan buu sheegayay kuwa xagga ka dagaalama koofurta ka dagaalama ama geeska afrika ka dagaalamaana iyagana kuwa ugu waaweyn waxa la sheegay ee hoggaaminayay iyaga laftoodu inay shaqeeyaan oo cid u shaqeeyaan idan waa lagu maadaama quluwigu sidiisaba waa in dhalaan waa qof talax tagayo waa waxa weeye waa xabada la ganay meesha lagu ganay buu toos madaxa u la galayaa sida daraadood baa la adeegsaday dhinaca kalena maadaama camalkii islaamiga ahaa دولدة بدني ما أنت أنا أتاجني حقي يا خيرك يا نشرين تيسي يا أمد برار وشين تيسي عدي أتاجني إن عد لقص اللي ضو عد إن لقص اللي ضو ولا إلى هذا كي خير وضب ولا إلى هذا كو قيل واحد هذا مبتدع بات عين يجنا وحوي لق بدن الله أيا أيا الله قوي يا شيء الملحد كاسد ضد بدن وحلاج يا بين أنا درين كذا لحين أما أنا أوفيرسن وحضر كيس ما أنت ميت كلا لا ذا oo shaqo kale ba aan lahayn nin khayr iyo dadka wanaag u wada oo xaq u sheegaya oo laga yaabo mas'alo aan isagu xitaa cadeyn karin la waxa weeye mas'aladaas uu ku khaldamayo waa in laga cararaa waa in aan la agistaagin waa in la eryada isaga ka khatarsan gaalada in waxa la shubo waxay daliil u tahay in waxa weeye ay cid soo dhexmarayso ujeeddaduna ay tahay in waxa weeye حقا يا خيرك ان وحا ويه لي سورتاغو رنتي بابك تبديع يا تكفيرك اشاره ايغا تahay لكن لبدودا با ان بدن رنتي وا لغا هادلي مجالس بدن او هورنا وان تلتلمامي وح كميدا ركلو علماء كلنا اد باي اوغا ورامين لكن وح تلمامي ياون انو يهي انحراف يا لوسنان لبدا باب او قلوبي غو ودا نقنيا انحراف كيس انو ادي اد ما انت او جيرو
dhalinyaro badan laga yaabo inay ku dagtoomaan ama ay u noqdaan xaaba ay u noqdaan xaaba ay u noqdaan een ayaa in badan laga yaaba in ay dhacdo marka waxaan ku soo qolaysanayaa arrimaha inxiraafaadka aynu sheegnay ee kala duwan ee mucaasirka noocay doontaba ha noqotee badbaadadu waxay ku jirtaa ugu horreyn qofku inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u tadarruco in badan ilaahay weydiisto in ilaahay badbaadiyo waayo wuxuu ka dhigan yahay qof jooga ay cidla ah oo waraabayaal iyo libaaxyo ay joogaan sida uu ku badbaadaa way adag tahay marka cidda badbaadin kartaa waa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay badan weydiisto thaaniyan inuu ku dadaalo cilmiga sharciga ah inuu barto oo uu aqoon diinta u yeesho qodobka saddexaad inuu ka dheeraado mawaatinu lfitna meelaha fitanka oo uu asal ay maanta u tahay social mediaha la odhan karayo fitnada ugu culus ee maanta dhallinyarada haysataa waa social media saacadaha fara badan uu saa marba meel u rogayo marba meel u tegayo ayaa laga yaabaa inuu afka uga galo cid liqda ama afkaar ku shubata oo inxiraafiso ka leexisa siraatulmustaqiimkii waxaan ku soo gunaananayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala siraatulmustaqiimka inagu sugo ilaahay dhallinyarada iyo dhammaan muslimiintaba ilaahay ka badbaadiyo fitanka iyo shuruurta kala duwan ciddii luusanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha soo hadeeyo wallahu tacaala aclam وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزا الله عن الشيخ خير الجزاء إلى سبحانه وتعالى شيخ كاب المريو محاضرة أي كلمات قيمة بضن ونيري مدوني سائنات كم من نغوة ورباهين تنروش إسلام كا إسلام مركا ناده شو محاضرة دي وليب برامج الديني وآخر دا دكو حسوسين إيا ورباهين تنروش إسلام كوا ورباهين كشقيسة أرمها تعودة إسلام مركا نله أذيكي براها بلشدا موبايل كاغا كانتا ايد كلا سوون دونتا ورباهين تنولوشا اسلامكا فضنا كمن نقو ورباهين تنولوشا اسلامكا هادوبا واحد كو خيناتا اديغيدا براها بلشدا سيدا فيسبوكا تيك توكا تويتركا يوتيوبكا انستغرامكا